ستوكمان، هل انتهيت؟ هذا هو يا سيدي. نجحت. أيدو نينجا شرير على السطح، هيا يا طاقمي. إدوكيتور، شكرا للاشتراك. المحاول الخارق أصبح مثاليا أخيرا. لا تخذلني ثانية أيها الحشرة. أنا أخيرا مستعد كي أجد كوراي وأدمر سبلنتر وهذه السلاحف الحقيرة مرة واحدة وإلى الأبد. استقرار، دعني أختبر المحول الجديد. تفعيل الفوتبوت، المستوى العاشر. كما تريد يا سيدي. برادفورد، كنت أنا طوال الوقت، أنا أكون ليل راينو. مسلسلنا ينتهي، نهاية الموسم، الحلقة الأخيرة من كريس برادفورد وطاقمه الشجاع. ليوناردو يا بني، أرجوك دعنا لا نتحدث عني، دعنا نتحدث عنك. لم يكن هناك تأثير عاطفي. أحسنت عملا يا ستوكمان. ما هي خطتك الآن يا سيدي؟ سيد شريدر، يمكنني أيضا. اقفز على ظهري يا للراينو، هناك شرير سنوقفه. هل تعرف لماذا أنت قائد هذا الفريق؟ أين أتى هذا؟ طعام يتكلم. ماذا تعني؟ رفاقي، إخواني، سلاحفي، إنه هذا الوقت مجددا. كوراي. معلم سبلنتر، كنت نوعا ما شاردا في الأيام القليلة الماضية. مع هذه التركيبة الجديدة تحولك سيكون ثابتا. للراينو ذهب. أها، قائد. هذا صحيح يا صغار، الشر لا يفوز أبدا، لكن رقائق حبوب كريسبو. وجدنا مخبأ كوراي الجديد، لم تغادر المدينة على الإطلاق. تعاقبناها لبرونكس، تعيش مع المتحولين الأقوياء. كنت تتأمل بدون توقف وبالكاد تنام، هل أنت بخير؟ نعم، أشعر بطبيعتي. لماذا أيها الوحش الشرير عديم الشعور؟ حركة لا أستطيع، أنا متعب جدا. حتى أنا ماستر بي متعب جدا. أكمل بدوننا يا كريس. هو أنا لا يوم. برادفورد الجديدة المقرمشة تفوز دائما، اشتروها. إدوكيتور، شكرا للاشتراك.